هذا احمد السلام اللي كان معنا، الشيخ احمد السلام رئيس مركز اسلام الكاميرون، يقول انا كان عندنا مساعدات بنقدمها لافريقيا، فكان عندنا مستودع في الشفا وجامعين بضاعه وفي عز الصيف، وكان العماله من الفجر وهم يشتغلون في هالكنتينرات ويعبون بضائع. فيوم جاء وقت الغداء قلت بروح اصلي وراح محل اجيب لهم غداء. يقول يوم جيت المحل هذا محل بخاري ولا فيه عمال ياكلون، انا غسلت يديني وجيت قلت ابغى لي حبه دجاج اباكل وبعدين اخذ الاكل معي للعمال، ما بياكل معهم عشان ما يستحون مني ولا شيء. يقول يوم جيت اقعد على الدكه ولا فيه افغاني قال تفضل يا شيخ. يقول يعني لزم تلزيم قوي. فيقول قلت له بالعافيه، قال له تفضل تفضل، قلت له والله بالعافيه. يقول انا بيجي اكل، يقول اكلت بس اني سبقته عند الكاشير. فقلت للمحاسب حساب هذا علي، حساب العامل هذا علي. قال خير. يقول رحت اغسل. يقول يوم جيت للعامل يقول شكرا جزاك الله خير وطلع. قلت له ابغى ثلاث حبات سفري مع رز عشان باخذها العمالي. يوم عبى الاكياس وخلصوا هذا اطلع البوك اثر فلوس مهمه، اثري ناسيها في جاكيت علي في المستودع. قلت له بروح المستودع خلي الاكل عندك. قال لا، حساب العامل وحسابك وحساب اخوياك هذول كله على المحل. يقول هلا وغلا. فشوف شلون سبحان الله. يقول انا كنت بحاسب على العامل وبجيب له العمال وجاب يعني يتسابقون على الطيب وعلى الصدقة. هذا من قصص أحمد. يقول والله ما دفعت ولا قرش لا في غداي ولا في غدا العامل، هذا وكلها في إن شاء الله تنصب في حساب هذا العامل. ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.